من لوكا ساعتها خالتك فين كتقعد تهضر في بلاصة سباك؟ انا في بلاصة سيقية كنهضر، انا في الكافية ديالي. انتي هنا كنت كنعرف انتي وياه ما كتكتبش يا حبيبات لقيتو كيبغيو كيبغيو هضرتنا ويخلي لنا المشاهدين سير لنا تحية كبيرة لهم خالد المغرب طاح المغرب وعزاز وغالين علينا وفيما مشينا تابعنا وفيما كنا غادي معانا نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في حياتهم يا ربي وحنا كنا شتي وحنا كنا طالبات وغادي ندعيو معانا ان شاء الله نصلح الخير بخير وعرس خلينا فينا غا تسلسل كلشي كيضرنا البحار ماشي العرس شطبي خدي جا ولي دقدقنا البحر ماشي دقدقنا العرس لا البحر حيت كنديوها خسلتك خسلتك غادي واخا ايوا المهم احنا غادي ان شاء الله اجي هنا الله يخليكم بينا خالد والعبد انصاف وخالتي هي باقا معايا هي اللي مازال نمشي نشري باقا معايا خديجة كتبان لي توحشت عزيز شوف خديجة حاطة راسها على قالت لك بغات تقيس في طنجة قالت لك طنجة حسن مال فات صافري دابا راكي غتولفي تسافري خديجة ما تبقاش تجلسي في الدار طيارة صاحبتي مع نصات طلقتو النباتة في هاد الكرسي خديجة درتو النباتة في هاد الكرسي رقصت انا من الجامعة خوتي مشيت انا من الاخر ان شاء الله ان شاء الله خير للعيب لا خليني واقفة خالص قال لك البنة في العظام الشحمة كدير الضيقة شتي ياك لا بالعكس هضرة خالتي مع المشاهدين السلام عليكم اللي عنده شي الله يخليه له اللي عنده شي الله يخليه له دابا حنا غادي مولاي يعقوب هاني من فاس هي من حاطه السر مولا يخسر شوف 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 مع المتتبع عند ولدك طيب وسوليهم كي كيتسوليهم ديما كي دايرين لاباس سخفتي بديتي دابا معيته الحمد لله وشكرا يا امي غادي في الطرانك وكنتي غادي في الكار كون راكي متي ولا تموتي كنا عيطوا لناديه تخيلي يا خديجه ما نعرف خديجة 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 لا طاحت امك كي نديرو الله يحفظ ما يبقى نايف ما يبقاوش نايف قالت لك نديرو فوق الشنطة ونجرب باش نبقاو نلقطو شطايط اختك اللي قالت لك نديرو في الشنطة ونجرب انت هادي اختك اللي عزيزه عليك ماشي حنا ما تقدريش مسكينه قالت لك شاط راسي ليكم قلت لها اختك اللي قالتها خالية والله ربنا خفيف
مريضه ايوا شي ندير تنشوف كيف الفيديو كتباني لي مريضه كنقول يا ريتكم ما طلعتش لطنجك وبقيت حدا ام حسن بنت عمي عزيزه وغاليه راه اختي راه ما حسباش بنت عمي شحال هادي كنت انا وياك الخوت ما عمري دمس انا وبنت عمي ولا شي حاجه خنقول بدل نقدر تحيه السلام عليكم اختي المشاهدين كي دايرين لاباس عليكم كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير نتوما وليداتكم عز عليكم شكرا لكم على الكومنتات الزوينين شكرا للمشاهده ديالكم الله يجعل ربي يحفظكم ويخليكم ليا الحبيب ديالي دابا المريم النهار جات لدويرتها وراه خلاتها عليا خاويه خوتي قسما بالله لا خلاتها عليا خاويه ديك الوالده ندوز الحنه لبنت عمي وطلعت لها ما كنتش نمشي لطنجة كنت نجي للدار ولكن قالت لي لا سي مع بنت عمي وعرضت علينا كبرت لينا بنت خالي التحيه ليها من هذا المنبر الله يكمل عليها بالخير والله يجعل ربي قال هذا بنت لوسي تكون هي ام الوليدات وان شاء الله يا ربي يكمل عليها بالخير ويجعل سعد احسن منها الحباب البنيات اللي مدين يديهم الحنه كاملين الله يسهل عليهم وعندنا لالا مريم اخوتي راه جات طيب قال هذا والله شي حاجه كانت عندي هنا يوم دخلت بحالي قلبي تفاجئ وهلا خطا خوتي البنيات اللي ما عنده بنيات ما عرفوا حد باش مات الله خوتي اللي ما عندوش بنيات صالحه الله يعطيها ليا هادشي ما كان اللي انا الحياه بلا وليدات ما كايناش اللي حامله الله يفرحها ويفك وحايله على خير واللي ما عندهاش الوليدات الله يجعل ربي يفرحها ويفتح حزامها في المقاريب ويعطيها الدريه الصالحه خوتي وشافي كل مريض ايوا ما كاين دنيا والله جلس في هذيك الدار تعرفوا انا عاد طلعت هذي يوم وانا في المنزل كندير لها امي فينك كتقول لها انا تحت ولا طلعت حالاتك الجيران ما فضلتهم عليكم بحال وجهكم هكا الوليدات طايرين بيا وتسخروا لي والعيالات جيراني كلهم الله يعمر بيهم كانوا مهلين البنات يقولوا لي جلسي معنا تجي مريم ما طلعيش راه كاين في قناطه خلينا مفاجئين عليا خوتي ومن جيت لهنا يومين جلست بحال جايني شغل والحمد لله خوتي هذه هي حال الدنيا خوتي كان ما مات كل الحياه والله خوتي ودابا لالا مريم هي عاد شات وكي قال هذا خوتي ومرحبا بيا في دارها السلام عليكم والله الدنيا بلا بك والو والله وشوفي وانا اللي الدنيا بلا بك والو نهار اللي تمشي وليا معاكي تفرقنا الموت والله خوتي انا حيت تمشي مريم ما عمرين تفرق على مريم معايا انا ما كنقدرش نصبر انا على الله لا يجي هذا لا يجي خطاب بنتي نقول له تقبل بيا تي انا طيب مريم جا يا سلام على الله يسلمك نهار كبير هذا كبيتي تكرتها توحشتيناش توحشكم تخلي علينا اخوتي خاليه والله الحمد لله وحده وحده والله الله العظيم تسل عربي السلام عليكم خوتي المشاهدين تحيه لكم عاد شعل الضوء على عاد شعلنا الضوء في الدار ما كنت غانا وياها بحال شعل الضوء بحال ما شعل والله قسم دغيا كنرقدوا دغيا كنطيحوا دغيا كنفركتوا الجلسه في البلاصه والله العظيم بسم الله تحيه لكم خوتي خواتاتي المشاهدين الغاليين ديالنا تبارك الله على الاحباب انتم احباب وانتم اصدقاء وانتم خوتنا كل شيء فيكم تحيه لكم بزاف على وقوفكم مع هذه العائله وعلى دعواتكم وعلى دعمكم شكرا لكم بزاف خيركم لا يحصى ولا يعد عند الله عز وجل خيركم ما يتنساش شكرا لاحباب المغاربه فيما كنتم لاحباب الجزائر فيما كنتم خوتنا العرب كلكم تحيه لكم بزاف شكرا لكم لفتي ايوا مازال بنيتي هادي يومين مازالي مازالت ولفت ايوا فوتولفت في الصيف عليك احسن هادي ولا الاخرى هادي زوينه ولكن اخوتي الجيران الجيران دابا ديري الجيران ان شاء الله راه خوتي هي اللي نوريكم الدار كي دايره مازال عندي معكم فيديو اخر على الدار من دخلت لقيتها مروبله كدير لها بنيتك وتشوفي الدار كي دايره تهضر معايا كتيبو هي من خطاتيني الدار كانت تنطر انت مشيتي وكنتي وي الدار كتقولي الكوزينه كاع تديرو الدار كاع تهدر الصحه هي اللي تتخمم ماشي انا جيت دابا نخمم والله خوتي جيت عيانه وما تلقاتش نوجد فيها
سويني يا ولا شي حاجه راه السلعه بهم ولي تيغسل ولي تدي لك البيز ديالها الله يرضي عليك. بعدا صيفط تمزل من الميبه داعم الا صغير نهار وجا وليدي قايم بيا. ولكن اخوتي ماشي بحال الصحه ولي خطي بنيتي اخوتي راه هزات. الله يسهل الله شي الناس يا ربي يمين يا ربي تسهل على من جهه معروض الا عن جهه ان شاء الله الا لقيت الحياه بنيتي وليدات المسلمين الا متنا الله يسهل عليكم انتم راكم في الكافيه كاينه بالحياه. مرحبا بالمشاهدين ديالي كاملين كاملين المشاهدين اللي قبل عليا كل شيء اخوتي الموت جي مرحبا بها نعمر العرس عمر بيدي عمر السي محمد ان شاء الله المريم ومرحبا بها وما نطولوش على اخوتنا المشاهدين. وانتم كما كتشوفوا انا جبت مريم انا هو ثلاثه لاكار وتلاقيتها وبتنا عند عمي وانا عاد جينا طلعنا انا وهي في العشيه جينا في العشيه انتم كما كتشوفوا وما نطولوش عليكم اخوتي العشيه مشاهدي الله يخليكم لينا وحفظكم وليداتكم تحياتي. نتمنى انكم تقبلوا علينا اخوتي على هذا الفيديو اللي درنا معكم اللي درنا كنشكروا معكم مشينا كنديروا معكم جينا كنديروا معكم اي حاجه نتمنىكم تقبلوا علينا ودائما الجيم ديالكم وابوني ديالكم زوينه والمشاهده ديالكم نتمنىكم تزيدوا تشاهدونا وطلعوا لنا ان شاء الله تشوفونا في احسن الاحوال كما كتمنونا وكنتمنوا حتى حنايا. شكرا لكم بزاف وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله ديال تخمه للدار تشوفوا الدار كي خليتها وكيجي تلقيتها. وبسلام عليكم نتلاقاو في فيديو جاي. وبسلام وبسلام عليكم.